تحياتي لكل اخواتي واخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. خالد الغندور وحاله جنون وحرقان غير عاديه بعد النادي الاهلي ما تعاقد مع القندوسي، اللاعب المحترم المتالق اللي عامل شغل عالي مع وفاق سطيف الجزائري، اللاعب صاحب 23 سنة، اللاعب اللي النادي الاهلي محتاجه. هتقول لي النادي الاهلي عنده 3 4 لعيبة في نفس المركز، عنده 2 لعيبة في نفس المركز، سهل جدا ان انت توظف كذا لاعب في كذا مكان مختلف عن المكان اللي بيلعب فيه. طلع خالد الغندور بيتكلم كلام في منتهى الكوميديا، في منتهى الكوميديا بجد، بيقول لك كلام ما يدخلش العقل. طبعا ده نتيجة الغل والحرقان اللي اصابه هو ومرتضى منصور بعد ما النادي الاهلي اعلن عن الصفقة بشكل رسمي، وقبلها بثلاث اربع ايام النادي الاهلي تعاقد مع مروان عطية، فجن جنون خالد الغندور وابتدى يقول لك كلام كوميدي ما يدخلش يعني عقل عيل صغير، وفضل بقى يبرر ازاي النادي الاهلي بيدخل في صفقات عشان نظام الكيد وعشان نظام الغيظ، والنادي الاهلي خايف من السوشيال ميديا، والنادي الاهلي عامل للسوشيال ميديا الاهلاويه الف حساب بعد ما جماهير النادي الاهلي شتمت كابتن محمود الخطيب او تطاولت على لجنه التخطيط او تطاولت على بعض يعني في بعض الصفحات ابتدت يعني تقول كلام مثلا بما معناه، يعني كابتن الخطيب فين وكابتن الخطيب مش عارف ايه، فين امير توفيق الصفقات الفاشله الى اخره، يعني نوع من انواع يعني ايه يعني الحرق على النادي الاهلي او الغيره على النادي الاهلي، او النادي الاهلي او جماهير النادي الاهلي عايزه صفقات عاليه وعايزه صفقات يعني من طراز خاص علشان يواكب الاحداث اللي جايه. النادي الاهلي هيشارك ان شاء الله في دوري ابطال افريقيا، مشارك في السوبر الافريقي، كاس مصر، الدوري المصري، السوبر المصري، السوبر الافريقي، كاس عالم للانديه، فالنادي الاهلي داخل في معمعه كبيره، فلازم تدعيم وتدعيم قوي علشان ان انت ما تنساش وانت كمان بتدعم ان انت تحط في دماغك ان الدوله ضدك، المسؤولين ضدك، اتحاد الكره ضدك، الحكام ضدك، كامل بيه الوزير ضدك الى اخره. طيب ده بخلاف طبعا الاعلام. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف خالد الغندور والكلام الكوميدي اللي علق بيه على صفقة النادي الاهلي والقفل اللي خده مرتضى منصور، ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا. بس ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير للفيديو، اول مرة تشوفنا المرة تخش قناتي تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناة الاهلاوية على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف خالد الغندور قال ايه ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا، يلا بينا. نروح للقدوسي. القدوسي لاعب جزائري بيلعب في وفاق سطيف، لعيب مميز في نص الملعب، لعيب اشول، لعيب بيلعب رقم 8. القدوسي من السنة اللي فاتت لعب امام النادي الاهلي في الدور قبل النهائي واحرز هدف في مرمى النادي الاهلي. جاء رئيس النادي وفاق سطيف لمصر وزار النادي الاهلي وزار محمود الكابتن محمود الخطيب وعرض عليه القدوسي، والصحافة المصرية قالت النادي الاهلي ليس في احتياج للقدوسي وما كانوش في احتياج لنهائيا. عايز احكي لكم قصة القدوسي دي باستفاضة، بس تعالوا نسمع المستشار مرتضى منصور ونرجع نكمل حوارنا، يلا بينا. مرتضى منصور، طيب عايز اكلمكم كده بالمنطق وبالعقل. بنتكلم كورة وانا بحب دايما اتكلم بمنتهى الهدوء كده نعرف الناس الحقيقة فين. حطيلي كده على الشاشة في بداية هذا الموسم كان الاستاذ محمد مصلحي رئيس الاتحاد السكندري بيقول ايه، يا ريت تحطولي على الشاشة دلوقتي ان في بداية السنة قبل ما نجيب عمرو السيسي وكان نبيل عماد دونجا يعني كان جه واتعور واصر على تواجده المستشار المتضرر، الزمالك عايز مروان عطيه لانه عايز مكان 6 و8 الحته دي، والاهلي عايز جناح يعني كان عايز احمد عادل ميسي وكان عايز مصطفى شلبي، تمام، احمد عادل ميسي ومصطفى شلبي خلاص يعني كان عايزه الراجل محمد مصلحي. قال للمستشار معلش ممكن تجيب لي محمود علاء وانا اوعدك ان انا مروان عطيه ده مش هبيعه في يناير ولو بعته هيكون ليك خلاص. والمستشار اعار محمود علاء بعد ما كان فيريرا يعني وافق على رحيله، يعني محمود علاء مش عايز يقعد وتنازل عن مبالغ كبيره عشان عايز يلعب
وبسم الله ما شاء الله شايفين محمود علاء ثلاث ماتشات ورا بعض مان اوف ذا ماتش او رجل المباراه تمام. وامبارح اوباما بسم الله ما شاء الله جاب جونين في الحزم وراح بس مشجع لابس فانيله الزمالك واحنا سعداء لاوباما يعني. اذا النادي الاهلي عنده لجنه اسمها لجنه التخطيط وعنده شركه كوره وعنده كابتن محمود الخطيب كان لعيب كوره سابق وعنده كولر مدير فني بيختار لعيبه وبالتالي انت بتبحث عن مكان انت عايز وينجر او عايز لاعب بيلعب ناحيه اليمين او ناحيه الشمال ده طلبك تمام. طيب بعد اقل من شهرين لجنه تخطيط وكولر وكابتن محمود الخطيب غيروا من احمد عادل ميسي جابوا مروان عطيه اللي هو مين اللي هو الزمالك عايزه. طب ما انت مروان عطيه ده بيلعب رقم 8 او 6 طب ما انت عندك عمرو السوليه وعندك حمدي فتحي وعندك اليو ديانج وعندك احمد دليل كوكا وعندك كمان مروان عطيه هتضمه ده انت عندك كتير قوي في المكان دوت خلاص ده اختيار النادي الاهلي يعني تمام مفيش مشكله. فجه الزمالك مشى زكريا الوردي اللي هو بيلعب رقم 8 بعد ما جاله حاله نفسيه ورجع الفلوس والكلام من هذا القبيل وراح اتعاقد مع الرجاء في بلده المغرب. فالزمالك حابب انه يجيب لاعب في المكان دوت يكون لاعب مثلا يعني في نفس الوقت بيلعب رقم 8 او 6 ويستطيع كمان ان هو لعيب 8 بيزيد زي امام عاشور يكون بديل لامام عاشور يكون يعني يساند في الحته دي يعني. تمام. فالزمالك كان معروض عليه من قبل حكيم رئيس نادي افاق سطيف هذا اللاعب عرضه على الزمالك اكتر من مره. طيب اللاعب ده بيلعب بطوله افريقيا للمحليين لعيب مش صغير ومش كبير قولوا لي بالظبط كام سنه يا جماعه 25 ولا 26 مش صغير ومش كبير واللاعب ده لم ينضم لمنتخب الجزائر اللي بيضم لعيبه كتير بتلعب محليا يعني يمكن قدام الكاميرون وفي تصفيات كاس العالم في بطوله افريقيا في الكاميرون كمان في كاس العرب 23 سنه كان في اكتر من لاعب تمام بيلعب منتخب كبار يعني اللعيب لعيب كويس يعني القندوسي لعيب كويس احمد القندوسي اسمه كده صح لعيب كويس والزمالك حابب ان هو يجيبه. طيب انت عشان تقيم هذا اللاعب بتقيمه بالمبلغ اللي يستاهله فالزمالك عرض 500,000 دولار الراجل اعتقد رفض فالراجل عرض النادي الزمالك عرض 400 مع نية الشراء النادي الاهلي راح اضرب 2 ضعف على طول 2 ضعف وبالتالي اللاعب نفسه هقول لكم كواليس اول مره تعرفوه اللاعب نفسه القندوسي اتكلم مع شيكابالا في التليفون وكان سعيد جدا انه جاي الزمالك وكان مصر انه يجي نادي الزمالك. الراجل مش عايز اتكلم عن الراجل رئيس النادي لكن في الراجل وداه في حته تانية عشان فلوس رهيبه يعني انت متخيلوا يا جماعه لعيب مثلا هيجي ب 15 مليون يعرض عليه مثلا 50 مليون تمام؟ اللاعب هياخد مثلا في الزمالك مثلا 100 جنيه هيروح ياخد في الاهلي 300 جنيه مبلغ رهيب. اللاعب نفسه اما قالوا له ان الاهلي عايزك فقال لهم غريبه طب الاهلي عايزني ليه ده الاهلي عنده كتير في المكان دوت واخرهم مروان عطيه يعني اللاعب ايه؟ متابع وشايف السوشيال ميديا رايحه لفين فقال لك ده ناس كتير قوي في المكان دوت لكن المبلغ المالي الرهيب خلاص خلى رئيس النادي وخلى اللاعب خلاص ما هو اللاعب قال له رئيس النادي قال له لو ما رحتش هنا ما مش خلاص المبلغ اللي جاي لنا اضعاف اللي يجي في الزمالك لو ما وافقتش تروح هنا مش هتروح حته فخلاص اللاعب وهو في معسكر منتخب افريقيا المحليين عمل فيديو قال خلاص انا في الاهلي وبشكر وفاق سطيف والناس والحكايه والروايه تمام. طب اقول لكم تعالوا بقى لجنه التخطيط اللي انا كنت بقول لكم على مروان عطيه في لجنه تخطيط وفي كولر كلنا سمعنا ان كولر في المؤتمرات الصحفيه انا محتاج راس حربه انا عايز راس حربه بيرسي تاو حلل الموضوع بس تعور جه محمد شريف جاب جولين بعد كده وما اعرفش ايه برضو عايزين راس حربه. انا بقول لكم انا راجع يوم الثلاث اللي فات من تركيا كنت انا وزوجتي راجعين في الطياره لقيت معايا في نفس الطياره امير توفيق مدير التسويق وعايز اقول لكم ان امير توفيق
يمكن كتير ما يعرفوش انا اللي مربيه وشلته هو بيبي صغير، لان امير توفيق والده كان صديقي جدا وصاحبي جدا وساكن جنبي، والدته ست محترمة جدا، اخوه الكبير كان زميلي في مدرسة لسيه الحرية في مصر الجديدة، تمام؟ والده الله يرحمه كان صديقي جدا جدا جدا، وكان امير في ذاك الوقت كمان ابتدى يلعب في النادي الاهلي، وبعد كده لعب في المصرية للاتصالات ثم اعلن اعتزاله. شخصية محترمة، امير متربي، عيلته عيلة كويسة جدا، والدته عندها محلات كبيرة للجاتو اسمها اللي دام، ودي محلات مشهورة في مصر الجديدة ومدينة نصر، كلنا احنا صغيرين كنا بروح اشتري من عندها، وسيدة فاضلة جدا جدا ربنا يديها الصحة، وزميلي هيثم اخوه يعني صديقي الصدوق يعني من زمان يعني. فامير قال لي انا زعلان منك اصل انت قلت كذا عليا ما اعرفش ايه، وتصافينا وخلاص وبتاع. الراجل كان في تركيا، المفروض ان هو كان في صفقة موليكا اللي هو بيلعب في بشكتاش على ما اعتقد، وبعد كده هيمشوه هيجي مكانه. الاهلي عرض مبالغ كبيرة تتخطى 3.5 مليون دولار، النادي بشكتاش او النادي التركي عايز 5.5 مليون دولار، لم يتفقوا ورا حرب. المفروض انت كلجنة التخطيط ومدير التسويق بينفذ اوامر لجنة التخطيط او مستر كولر او كابتن محمود الخطيب، بيروح يقول لك انا عايز مثلا موليكا نمرة واحد، طب لو مفيش يبقى في واحد من غينيا نمرة اتنين، طب في واحد كان بيلعب في اليابان برازيلي، طب في كولر رشح واحد بيلعب في سويسرا مثلا. كلهم رؤوس حربة، لان احتياج النادي الاهلي هو رؤوس حربة، تمام؟ فابتدت الايام تعدي والاهلي ما بتفوتش، ما عندوش حد. بقول لكم يوم الثلاث اللي فات امير راجع من تركيا، النهاردة ايه السبت، امير امبارح سافر الجزائر، امبارح ليه؟ بدأت صفحات النادي الاهلي تشتم في مجلس الادارة، وبدأت صفحات النادي الاهلي تضرب في امير توفيق، وتضرب في المهندس عبد القيعي، وتضرب في معرفش ايه، لدرجة المهندس عبد القيعي قال لك احنا مش هنجيب صفقات. يعني بصوا يا جماعة ادي مثلا صفحة اسمها الاهلي اليوم، بيقولوا يا جماعة الراجل قال كذا مرة انه محتاج مهاجم، ولغايه دلوقتي ما شفناش حاجه. يا ترى كل مهاجم، هاتوا لي حاجه تانية مثلا، واحد من جمهور الاهلي مثلا، اي حاجه يعني، حطوا لي صفحات كتير. ابتدوا يهاجموا الاداره، انتوا عمالين تقولوا مهاجم تقولوا مهاجم تقولوا مهاجم، مفيش مهاجم لغايه دلوقتي، مفيش مهاجم. يوم الثلاث اخر يوم، طب فين المهاجم؟ كابتن محمود الخطيب، معرفش ايه، يا مجلس اداره، يا عدل القيع، يا امير توفيق، كلام من هذا القبيل. فجاه مجلس الاداره فجاه راح مصفر امير امبارح، دفع اضعاف للقندوسي اللي هو اساسا بيلعب رقم 8، لا ما بيلعبش صانع العاب، هو رقم 8 ده فيه عمرو السولية، ممكن بقى نتكلم على حمدي فتحي، على عمرو السولية، على مروان عطية اللي لسه جاي، عادل قيعة بيقول اهو، تمام؟ ادي كل التصريحات. هاتوا لي كمان، كنت جايب لي صفحه كده الواحد برضه بيتكلم. اللي انا بقوله لكم ايه، ان ده تارجت، انت بتعمل تارجت لنفسك، عايز ايه؟ فريقك مكون من مجموعه من اللعيبه، انت في مكان انت محتاجه في الحته دي، انت عندك لعيب اجنبي، طب انت عندك في النص ملعب اليو ديانج والقندوسي اللي انت جبته اتنين، طب عمرو السولية، بيرسي تاو، احمد عبد القادر، قفشه، احمد نبيل كوكا، مروان عطيه، يبقى اذا انت بتجيب لاعب. طب نعمل ايه بقى بعد كل الشتايم اللي تعرض لها مجلس اداره النادي الاهلي، ولغايه دلوقتي مش عارفين يجيبوا راس حربه، وكل يوم الكابتن شوبير قال لك انا في راس حربه جامد جاي وخلاص بيخلص، وخلال والترسوشي الاخيره والكلام هذا قبيل، طب نعمل ايه؟ خلاص ده احنا كده الناس عملت تشتمنا. طب ما ايه رايكم نجيب القندوسي، لان احنا سمعنا ان الزمالك عايز القندوسي، فاحنا لو جبنا القندوسي السوشيال ميديا اللي عماله تشتمنا هتقعد تقول لنا وكسبنا الزمالك وبتاع وجبنا القندوسي وايه ده، ونقعد ايه نضرب. ده كمان ده بيقول ايه برضه، يعني تقطيع، كل دول بيتكلموا على مهاجمين. اذا يا جماعه ويا جمهور الزمالك العظيم، هو الهدف من ان الاهلي يتعاقد مع القندوسي هو السوشيال ميديا مش فرقه. انت راجل دلوقتي محتاج راس حربه، وراس حربه مش عارف تجيبه، والفلوس غاليه موليكا، ومعرفتش تجيب راس حربه ولا تخلص راس حربه، طب نعمل ايه عشان نرضي السوشيال ميديا؟
مش عشان فرقتي محتاجه ايه، تعالى ايه نجيب القندوسي اللي الزمالك بيفكر فيه وممكن يجيبه ويخلصه، ونروح ضاربين اضعاف اضعاف الدولارات، الدولارات اللي مصر مش لاقيه دولارات، مصر الدولار بقى غالي، مصر الموضوع بقى عمله صعبه وفلوس كتيره، نضرب 3 4. ما انا مش دافع حاجه من جيبي، انا مش دافع حاجه من جيبي، لكن هو انتصار، احنا لسه كسبانين الزمالك في الماتش، كهربا جاب جون، فده انتصار، مع ان كهربا توقف 6 شهور، الناس ابتدت تعترض، طب نيجي بالقندوسي ده انتصار. يبقى الوضع بالنسبه لهم مش فرقه، ولا في لجنه تخطيط ولا ليها قيمه، مفيش لجنه تخطيط ولا كولر ليه قيمه، ما كولر هو ده طلبه في المؤتمرات الصحفيه كان بيقول كده، عايز جبنا حد تاني خالص رقم 8 بنحشي في نص الملعب وخلاص، دي رؤيه النادي ده. طب نرجع بقى للقندوسي، هل انا اقول لك لعيب وحش؟ لا، لعيب كويس جدا. طيب لكن هل هو مارادونا؟ هل هو ميسي؟ هل هو اشرف بن شرقي؟ في لعيب انت بتسعى ان انت تجيب لاعب، لعيب كويس قد ينجح معاك وقد لا ينجح، تمام، لعيب في نص الملعب، لعيب كويس ولعيب صغير في السن، وانا كنت فاكره 25 طلع 23 زي ما بيقولوا لي، لعيب صغير في السن 23 يا جماعه يعني مواليد كام؟ 2000 صح؟ يعني زي كده مواليد زي يوسف اسامه نبيل، تمام؟ لعيب كويس، تمام؟ وبالتالي اتعرض على اللاعب ده على النادي الاهلي السنه اللي فاتت، وكان ارخص بكتير بكتير بعد ماتش وفاق السيف، والنادي الاهلي رفضه. وبالتالي هي زي ما تكون ايه؟ كيد، يعني صفحه كيد، صفحه انتصار وهمي، صفحه صفقه اللي هي خايف من السوشيال ميديا الاهلاويه، فبحاول ايه ارضيهم ونقعد نحفل بقى على الزمالك والاهلي وكلام من هذا القبيل، لكن على ارض الواقع ولا في لجنه تخطيط ولا في راس حربه ولا في إيه، انت جبت مكان انت مش محتاجه. ونمره 2 بقى اللي انا بقوله لعيب كويس. طيب انا بقول لكم يا جماعه، بناء على مكالمتي مع امير مرتضى منصور النهارده يوم الاثنين ان شاء الله بالليل، بالكتير يوم الثلاث، هيعلن عن صفقتين، صفقه منهم من دوله شمال افريقيا، وصفقه كويسه جدا ان شاء الله، وصفقه قويه جدا من الدوري المصري. ده كلام امير مرتضى. وعلى فكره هناك محاولات دلوقتي لانهاء الصفقه المصريه وشمال افريقيا، وزي ما احنا كنا نتمنى القندوسي يكون عندنا لاننا في احتياج اليه، احنا ما بنعملش كيد نسا، هنقدر نجيب زي القندوسي واحسن، ويمكن الصفقه المصريه كمان تكون افضل من الاثنين، ولسه جايبين ناصر منسي يا رب ينجح معانا، ولسه محمود شبانه هيرجع بكره ولا بعده في السرد باك. وبالتالي ان شاء الله يوم الاثنين الزمالك يعلن عن صفقتين مهمتين، بيتم الاتفاق معاهم على المبالغ، ومفيش نوع يا جماعه من الايه من البروباجندا على الصفقات، يعني مفيش، ما اقدرش صفقه تساوي مليون اروح ادفع فيها 7 مليون، ما صفقه تساوي 5 مليون اروح ادفع 20 مليون، ده كلام لا منطقي، كلام لا منطقي. وفي طبعا وكلاء لاعبين، وفي فلوس بتدفع للوكلاء اللاعبين من تحت الترابيزه، فلوس كتيره جدا يا جماعه، حاجات صفقات بملايين الدولارات يا جماعه، ملايين الدولارات. والصفقات احنا قلنا من الفتره الاخيره اللاعب الاجنبي بيجي يمضي مع النادي المصري 3 سنين ونص 4 سنين يجي يمشي بعد 6 شهور، كان الفلوس دي رميناها في الارض. وانا بقول لكم اهو اكتر من صفقه اجنبيه، اللي يطلع اعاره بعد 6 شهور، اللي يمشي بعد سنه، اللي نحاول نلاقي له نادي سعودي درجه ثانيه، لا نحاول نلاقي له نادي يرجع نادي اللي هو جاي منه بخمس الفلوس اللي اتدفعت فيه، واللاعب ما بيرضاش يروح الا ما لازم النادي يتحمل راتبه، لان مش هيسيب النادي كده، لازم انا مثلا النادي الاهلي مثلا كان بيديني 600,000 دولار، لو رحت نادي ثاني انا موافق يا عم، بس اخد 600,000 دولار زي ما هم. طبعا كلام ده كلام ناس لا مؤاخذه مالهاش علاقه بالاعلام خالص، دي كلام ناس قاعده على مصطبه، ناس قاعده على غرزه، ناس قاعده بتشيش، ناس قاعده بتشد، ما لهاش تفسير تاني. يعني ايه النادي الاهلي يجيب صفقه بملايين علشان خاطر يرضي السوشيال ميديا او خايف من السوشيال ميديا؟ السوشيال ميديا مع احترامي لكل جماهير النادي الاهلي اللي انا واحد منها، الناس غضبت واتكلمت واثارت الراي العام، ايه المشكله؟ دول دي اراء،
احنا بنتقبل الاراء، كابتن الخطيب بيتقبل الاراء، بيتقبل النقد. عمره ما طلع قال ابوك ولا امك، عمره ما طلع شكك في صفحات، عمره ما قال الصفحة دي مأجورة ولا الصفحة دي مرتشية ولا الصفحة دي بتقبض من فلان ولا فلان ولا فلان. بالعكس، احنا بندعم نادينا، بندعم فريقنا، بندعم ادارتنا. في ازمة في الدولار وفي الدولة متعنتة، النادي الاهلي في موضوع الدولارات بالذات، النادي الاهلي حاطط حساب بنكي او في حساب بالدولار في بنوك، البنك قال له مش هتقدر تسحب اكتر من نص مليون دولار، مش هنقدر نديلك يا سيدي دي فلوسي، وقال له لا. فالنادي الاهلي عامل حسابه وحاطط نقطه ان الدوله في احتياج للدولار وفي الدوله مش هتقدر. فالنادي الاهلي اللي انتوا بتقولوا طبعا فيها هيجان وجنون غير عادي. من امبارح مرتضى منصور عمل فيديو واحنا نزلناه لكم، وده الفيديو التاني بتاع خالد الغندور والجنون اللي هو فيه. يعني يقول لك انتوا مش محتاجين الصفقه، ما تسيبوها لنا، احنا كنا عايزين مروان عطيه وانتوا يعني خطفتوه مننا، كنا عايزين القندوسي وانتوا خطفتوه من عندنا. الاول اخطا وقال لك ان اللاعب عنده 27 سنه ولا كبير ولا صغير، لا اللاعب عنده 23 سنه، والنادي الاهلي بيتعاقد مع اللي بيحتاج له، مش نظام كيد نسا. طيب ما هو المنسي اللي انتوا ناصر منسي اللي انتوا عمالين تهللوا فيه، وابن مرتضى منصور نزل وهو عيان وخلص اللاعب، وهو تعبان وبيكح وعنده زكام وبيعطس وخلص اللاعب. هل النادي الاهلي اصلا تدخل في الصفقه؟ ما حصلش. طب ما شلبي كان النادي الاهلي عايزه ومحتاجه ووقع معاه عقود رغبه، وانتوا اغرتوا اللاعب ورحتوا من الباب الخلفي وخليتوا المسؤولين وكان الوزير يضغط على ناديه وباع لكم اللاعب. فعادي، ده انتقالات سوق، عرض وطلب. اللاعب ده لاعب قال عايز اجي النادي الاهلي، توعى تقعد تقول بقى اتصل بشيكابالا وقال له مش عارف ايه. وشوف بيقول لك ايه، في نقطه هنا يعني ما خدتوش بالكم منها، قال ايه بقى؟ قال ده اللاعب عارف ان في مكانه وفي مركزه كذا لاعب، فهو استغرب ازاي النادي الاهلي، ما هو متابع النادي الاهلي. طب هو لو لولا ان هو مهتم بالنادي الاهلي كان يتابع النادي الاهلي يا كابتن خالد. انا مش مهتم بيك كفريق، اتابعك ليه؟ لازم هو الراجل يتابع الفريق رقم واحد في مصر، رقم واحد في الشرق الاوسط، رقم واحد في افريقيا. وزي ما قلت لك لو في لاعب او اتنين موجودين في مركزه، شيء طبيعي ان اللاعب عمره بيتقدم، ان ممكن لاعب من اللعيبه يجي له عرض، ممكن لاعب من اللعيبه يتغير مركزه بناء على رؤيه الجهاز الفني. ولكن انا شايف ان في حاله جنون وحالة حرقان وحالة يعني انهيار نفسي لدى مرتضى منصور ولدى اعلام نادي الزمالك بعد يعني ما النادي الاهلي اعلن عن صفقة مروان واعلن عن صفقة القندوسي. ولسه ان شاء الله يعني التقيل ورا، يعني لسه التقيل ورا. بس اهم حاجة يا كابتن خالد يعني تهدي اعصابك، لانك انت هتكش اكتر من كده. ايه يا كابتن خالد؟ خليك يعني ايه كده فريش، وما تاخدش في نفسك وما تحزش في نفسك، لان اي احباط او اي نوع من انواع الكبت او الغل هيخليك تقصر تقصر تقصر. واحنا ما يرضاش ان كابتن خالد الغندور العلامه رقم واحد في الاعلام الرياضي المصري يحصل له حاجه او يجي له جلطه او يجي له ذبحه صدريه او يجي له اي حاجه ممكن تاثر عليه، لان احنا محتاجينك الفتره الجايه، لان الشياط والغل هيزدادوا يا كابتن خالد. فاتقل واهدى وما تحطش في نفسك، لان ان شاء الله لما تشوف النادي الاهلي بيحقق البطولات وبيستعيد الدوري المسروق بالاحتواء وبروتوكول عصام هناء، والكاس المسروق برضه باحتواء عصام هناء والبروتوكول بتاع الفار والنقط اللي بتتحط غلط والاهداف اللي بتتلغي للنادي الاهلي، ان شاء الله لما تلاقي النادي الاهلي استعاد درع الدوري، استعاد كاس مصر، خد بطولة افريقيا، راح كاس العالم، وصل للنهائي، ان شاء الله الغل والحقد والكراهية هتزيد اكتر واكتر واكتر. انتهى الفيديو بتاعنا، ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير للفيديو. اول مرة تشوفني، اول مرة تخش قناتي، تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناتنا، قناة الاهلاوية على اليوتيوب. بشكركم مرة واثنين وثلاثة وعشرة. كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.